أنا عبد الفايز عبد الله محمد البراني من سكان مدينة ببرق، مواليد 1962. التحقت بمهنة التمريض في 79 في معهد متوسط للتمريض. أول ما اشتغلت في جراحة نساء. طبعا كانت معي أبلة فاطمة سالم الله يذكرها بالخير، هذه طبعا كانت ممرضة قديمة قبلي، كانت اللي ترشد فيها واللي توري فيها في الطريق، وكنت نسمع في كلامه يعني نتمنى أن التمريض الجديد اللي توا يستوعبنا يسمع كلامنا، لأن المهنة هذه مهنة مش سهلة، مهنة مش سهلة نهائيا. كانت علاقتنا مع المريض إذا كان شايب ننسى باتي، وكانت عزوز كبيرة ننسى أمي، نحب العزوز والشايب أضم إياه خلاص، أنا ما أضم إياه أم أهلي اللي مرقدين أنا هاي. كنا نشوف فترة صباحية نخشوا العمل فرحانين مبتسمين، وكان سيدو نب نطلعوا الشفاء هذا من صدورنا نحطوه للمريض. هو قريب وشكنا على التقاعد من نظر ننظر فيها من زميلات اللي تقاعدا واللي توا بدن توا يبني تقاعدا، كيف الرقاب اللي جايني ان يقول كيف نبي نسيبن احنا، كيف نبي نقعد في الحواشين احنا، كيف نبي نستغنوا على الدبش الابيض، هذا كيف الكفل لنا تم، يعني كيف نحن نبي نتخلوا عنا الدبش الابيض هذي، كيف نريد نحطه وندسه نخزنه ولا لا. فكرة رهيبة يعني، فكرة مرعبة أول ما تجينا إن إحنا نبي نتقاعد وما عادش نبي نجود شغلنا، فكرة صعبة الصراحة.